يعني مرامي هؤلاء الذين مع مراعاة يعني حدث في العصر من ما يسمى بالتواصل الاجتماعي واستخدامات الكمبيوتر والأجهزة نعم نعم الحديثة، هل ممكن نستفيد بها في بالتأكيد نشر نعم نعم الدين المستنير دي وسائل من خلال هذه الوسائل الحديثة؟ صحيح، ممكن استغلال هذه الوسائل في توجيه إن شاء الله. نعم، لا يسعني في يعني أولا لا أريد أن نقول ختام اللقاء، يعني أنا أمنيتي أن يستمر اللقاء ده من خلال برامج قادمة سيادتك، ونرجو أن نستمع من سيادتك دائما إلى روشتات أو وصفات لكي يعني نقدم تجربة سيادتك لكل قادة المجتمع، ليس فقط على مستوى القيادات العليا ولكن أيضا على مستوى المجتمع المدني وتداول المسؤوليات وتداول السلطة. فعايزين الروشتة الختامية لسيادتك التي يمكن أن تأخذك وصفة ونلتزم بتنفيذها. نعم، حقيقة فيما ذكرتم أن شبابنا يتعرض إلى بعض المخططات ضد الإسلام والمسلمين، والتي يعني صيغت بصورة كأنما هي في مصلحة الشباب ومصلحة الدين الإسلامي، لكن أفتكر هذه الأشياء يجب أن توضح بصورة واسعة جدا، يشترك فيها الإعلام بكافة أجهزته وكذلك الحكومات وما إلى ذلك، بحيث أنه مثل هذه القضايا التي أصبحت تؤرق المسلمين من داعش وبوكو حرام وأشياء من هذا، أن هذه فيها أيدي ضد الإسلام والمسلمين يجب أن ينتبه إليها. ممكن سيادتك تتبنى يعني مشروع مرصد لإلقاء الأضواء على برامج التسامح والمحبة والأخوة الموجودة في كثير من المجتمعات، وفي نفس الوقت المرصد ده بيرصد الجوانب غير الإيجابية لكي نحاول أن نعالجها، ويعني يعني نوضح مساوئها. هل سيادتك ممكن يعني المرصد يعني نشيل سوار الذهب للتسامح والمحبة، وندعو لكل الأشقاء والأعضاء سواء من كل الدول سواء كانت دول إسلامية أو غير إسلامية؟ والله أنا أفتكر أنه هذا الموضوع لأنه أصبح كبير ومزعج لابد أن تتولاه الحكومات، والحكومات أنا شايفها مقتنعة بأنه لابد لها أن تحارب هذا المسعى، يعني هذا الاتجاه الخطير الذي يفرق بين الشعوب بين الشعوب الإسلامية، فهذا ضروري جدا، لأنه زي ما ذكرت لك أنه يعني لاحظت أن أولئك الذين انضموا لمثل هذه المنظمات بصورة تؤكد انهم مضللين بصوره مزعجه. نعم، احنا بنسال سيادتك ان نرسل للحكومات رساله من هذا اللقاء يعني برعايه فخامه الرئيس سوار الذهب. لا، ما شرط برعايتي انا، لكن يعني هذا والله هذا الاقتراح نبت من خلال هذا اللقاء، فسيادتك صاحب الفضل فيه. والله انا افتكر نرسل رسائل للحكومات، يعني كافه المؤتمرات التي حضرناها حتى المؤتمر بالامس والبيان الختام الذي طلع، كل ذلك يدعو الى محاربه مثل هذه الاشياء، يعني هناك في صيحه يشترك فيها الجميع لانقاذ شبابنا من هذا، من الشباب الاسلامي والدول غير الاسلاميه والحكومات الاسلاميه وغير الاسلاميه لمصلحه العالم اجمع. شكرا بارك. يعني يسعني الا ان اشكر فخامتك وبارك الله فيك، ونحن انتظار المزيد والمزيد من العطاء. شكرا بارك الله فيك.